Solar Cleaner C4000 آلة ممتازة من إنتاج شركة بي بي ميتال ميكانيكا، مصممة خصيصاً لتنظيف الألواح الشمسية. هناك نموذجان من الآلة Solar Cleaner وهما C4000 و F3500. تم تزويد النموذجين بذراع تلسكوبية مزودة بفرشاة خاصة قابلة للفك والتركيب، تستخدم للتنظيف الجاف أو الرطب أو كليهما. النموذج C4000 مثالية لتنظيف الألواح الكهروضوئية بارتفاع أقصى 6.5 أمتار. أما النموذج الآخر والذي يعتبر أصغر حجماً وأخف وزناً بمقدار النصف تقريباً، فهو مناسب لتنظيف الألواح بارتفاع لا يزيد عن 4.5 أمتار. ومع ذلك فإن كفاءة النموذجين مدهشة بنفس القدرة. يتكون نظام الإمداد بالماء في كلا النموذجين من خزان بسعة 2100 لتر و 1800 لتر على الترتيب، بالإضافة إلى مضخة تعمل بمعدل 40 لتر في الدقيقة. الآلات مزودة أيضا بمستشعرات مدمجة للتأكد من أن المسافة بين الفرشاة وسطح الألواح الشمسية الرقيق مناسبة وثابتة طوال الوقت. دوك بوي شيب بريباريشن سيستم. كالسيارات تحتاج السفن أيضا إلى التنظيف والعناية بشكل دوري، ولكن في هذه الحالة لن يكون الماء والصابون كافيا للتنظيف كالسيارة. بمرور الوقت تصبح المنطقة السفلية من هيكل السفينة مغطاة بالصدى والأوساخ، ما يؤثر على وزن السفينة وكفاءتها أثناء الإبحار. لذلك فقد صممت شركة هاملمان آلة خاصة لحل تلك المشكلة. دوك بوي هي آلة مجنزرة ذاتية الحركة ذات ذراع هيدروليكية يمكنها الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 6 أمتار، وفي إصدارات خاصة يمكن لتلك الذراع الوصول إلى ارتفاع 9.5 أمتار. في أحد جوانب الآلة توجد أداة وظيفية بعرض يتراوح ما بين 274 و 520 ملم. الآلة مزودة أيضا بمحرك هيدروليكي لتشغيل الفوهات الدوارة بسرعة تتراوح ما بين 120 و 500 دورة في الدقيقة، والتي بدورها تقوم بدفع الماء بضغط حوالي 3000 بار. الجدير بالذكر أن الآلة دوك بوي قادرة أيضا على إزالة طلاء السفن القديم بسهولة. Interceptor 004. ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه يختم فاخر، هو في الواقع آلة تنظيف عائمة مستقلة ذات تصميم مستقبلي وظيفتها مكافحة التلوث، وهي من إنتاج شركة Ocean Cleanup. ينتهي الأمر بمعظم القمامة عادة من الأنهار إلى المحيط، لذلك فقد صممت الآلة Interceptor 004 للعمل في الأنهار، حيث تتحرك عكس تيار الماء وتلتقط القمامة في طريقها لتمر بعد ذلك على حزام الناقل، ومن ثم توزع على 6 فئات، كل فئة في حاوية منفصلة. تبلغ السعة الإجمالية للحاويات 50 متر مكعب تقريبا. وفقا للمطورين فإن الآلة قادرة على جمع حوالي 50,000 كيلوغرام من القمامة يوميا، وفي الظروف العادية من الممكن أن يتضاعف هذا الرقم. الجدير بالذكر أن جميع الأنظمة آلية تماما، حتى أنه في حال امتلاء الخزانات يتم إرسال إشعار إلى المشغل. تعمل الآلة أيضا بالطاقة الشمسية، لذلك فهي صديقة للبيئة. إسوينجو 200 آلة تنظيف من إنتاج الشركة السويسرية إيبي. تصل سرعة هذا النموذج إلى 50 كم/ساعة، وهو يعمل في هدوء ودون إصدار ضوضاء مزعجة. تعتبر إسوينجو 200 هي أول كناسة كهربائية بالكامل في العالم، وهي مزودة ببطارية قوية كبطارية السيارات الكهربائية الحديثة، وتستغرق عملية إعادة الشحن 4 ساعات فقط، وتكفي الشحنة الواحدة العمل لمدة 10 ساعات دون انقطاع. الآلة اقتصادية للغاية وصديقة للبيئة، وفي الوقت ذاته تقوم بمهمتها بشكل مثالي. الماكينة مزودة بأنظمة كنس مستقلة مختلفة، يمكن للمشغل اختيار فرشتي كنس أو 3 فرش بقطر 800 أو 850 ملم. يتم التحكم بموقعها وضبطه هيدروليكيا، وبالتالي يمكنها الوصول إلى كل الزوايا وكنس حتى أدق حبيبات الغبار، وامتصاصها بواسطة نظام خاص للشفط والتنقية.
Traffic Lines DeWitt Worcester. بعد كل عملية هبوط ونتيجة احتكاك عجلات الطائرة بأرضية المدرج، يبقى على الإسفلت ما يصل إلى 7 كيلوغرامات من المطاط. ولدواعي الأمان فيجب إزالة المطاط الملتصق بالإسفلت، ولإنجاز تلك المهمة بالطريقة الصحيحة وبسرعة لابد من استخدام آلة قوية وفعالة كDeWitt Worcester من إنتاج الشركة الألمانية Traffic Lines، وهي تعتبر الآلة المثالية لإنجاز مهمة كهذه. الآلة مزودة بنظام إمداد مائي مبتكر يعمل بضغط يصل إلى 3600 كيلوغرام للسنتيمتر المربع، وعلى عكس المتوقع فإن قوة الآلة لا تترك أي تأثير سلبي على أرضية المدرج، فهي لا تعمل بنعومة فقط على الأرضية ولكنها تقوم أيضا بترميم نسيج السطح. بفضل نظام غطاء الوصل الآلي فالآلة قادرة على إزالة العلامات على الإسفلت دون الإضرار بالفواصل. تجمع وتلك الآلة ما بين القوة وتوفير التكلفة، حيث تقوم بتنظيف الطريق وشفط الماء في الحال وإعادة استخدامه. تعمل الآلة بمعدل 5000 متر مربع في الساعة. بوبكات ساند كلينر. قررت الشركة الأمريكية بوبكات إطلاق آلة جديدة مصممة خصيصا للعناية بنظافة البيئة خاصة الشواطئ، ولكن يمكن استخدامها أيضا لتنظيف مسارات الأحصنة والمزارع والساحات الرياضية والملاعب. تتحرك تلك الآلة بمساعدة جرافة، وهي مزودة بنصل حاد لإزالة طبقة التربة التي تنتشر بها القمامة والحطام، ثم ترسلها إلى شبكة متحركة لفلترة الرمال إعادتها إلى الأرضية مرة أخرى، وينتهي الأمر بالقمامة في خزان بسعة 350 لتر. يسمح النظام الهيدروليكي للمشغل بضبط عمق القطع المرغوب من مليمتر واحد وحتى 20 سنتيمتر. ميزة أخرى لهذه الآلة الرائعة وهي إمكانية تركيب شبكة فلترة أكبر أو أصغر حسب الرغبة. تعمل الآلة بمعدل 15000 متر مربع في الساعة. وايدون تك MC3. مكنسة عملاقة تشبه المكنسة المنزلية ولكن بحجم أكبر. تلك الآلة مصممة خصيصا لتنظيف الساحات الكبيرة بعد انتهاء الحفلات والمهرجانات. تحتوي المكنسة على مروحتين مثبتتين في المقدمة لشفط القمامة، ومن ثم إرسالها في الحال إلى خزان خاص بسعة 10 أمتار مكعبة. زود المطورون الآلة بثلاث عجلات من أجل قدرة أكبر على المناورة. يمكن استخدام الآلة وايدون تك أيضا في تنظيف الطرق في المدينة وإزالة أوراق الأشجار بسرعة تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. لارو D97. ملحق مدهش مصمم للتخلص من كميات الجليد الضخمة بسهولة وأمان. أبعاد الآلة هي 320 سنتيمتر عرض و 290 سنتيمتر ارتفاع، ويمكن وصلها بماكينة تحميل أو جرافة ومن ثم الضغط على زر التشغيل وسوف يتم إنجاز المهمة. الملحق مزود بمحرك كاتربيلر يعمل بقوة تتراوح ما بين 1050 و 1200 حصان. تقوم الآلة بسحق الجليد بكثافة حتى 900 كيلوغرام في المتر المكعب وتحويله إلى غبار ثم إلقائه بعيدا بمسافة تصل إلى 55 متر. يمكن للآلة التعامل مع الجليد بارتفاع أقصى 30 متر، إضافة إلى معدل العمل الهائل والذي يبلغ حوالي 8500 طن في الساعة. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الآلات المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.